نزحت من الشيخ سعيد على منطقة حناصر، هاي قرية اسمها سرداح. من القرية هاي على مسكنة، كل منطقة بصلها يعني فترة قصيرة يصير ضرب قصف، بنتحول على البعدة، من يعني من مسكنة على منطقة غربية اسمها المهدوم، من المهدوم مع الزكية، من الزكية على دير حافر، ومن دير حافر نزحت للباب. عندي 4 ولاد معاقين بنظرهم، يعني الولاد هذول أكثر شيء عذابهم إنه. بس وصلت معنا المواصيل لتحت الصفر. شو بدك تشتغل؟ عند الموتور هذا بروح، بيجي انسان بدي يحمل معي مثلا من سجو لتليل الشام يعطيني 2000 ليره، ال 2000 ليره انه اني بنزين اكثر من هيك 3000، بدي خسرت يعني بخسر دولاب ما فيني اركب له، ما عندي يعني ما فيني اشتغل خالص.